وصلنا إلى بحر دار، ثاني أكبر المدن الإثيوبية، مدينة البحر والسهل والجبل كما يطلق عليها الإثيوبيون. بحر دار باللغة الأمهرية تعني شاطئ البحر، وكما تلاحظون فإن العربية لغة دارجة هنا. المدينة غارقة في القدم، غير أن الإمبراطور هيلا سيلاسي أعاد بناءها على الطراز الحديث في العام 1950، وأصبحت العاصمة السياسية والاقتصادية لإقليم أمهرة في شمال إثيوبيا. ما يلفت نظرك هنا وجود المساجد بمآذنها العالية بجوار الكنائس الأرثوذكسية، في لوحة تسامح عرفت عن مدينة بحر دار منذ القدم. حتى ويقال أنك تجد في الأسرة الواحدة أفرادا ينتمون لأديان مختلفة. إذن هذه هي آخر نقطة تصل إليها السيارات، بعد ذلك يتعين علينا أخذ قارب لنقطع نهر النيل الأزرق، ثم بعد ذلك نسير مسافة نصف ساعة إلى شلالات النيل العظيمة. هذا الجزء من نهر النيل الأزرق يفصل منطقة بحر دار التي أتينا منها عن منطقة غوندار التي تقع فيها شلالات. كان هذا النيل الأزرق، وهو النهر الذي يمتد لمسافة طويلة جدا ليصب في البحر الأبيض المتوسط، وهو بنفس الوقت المنطقة الفاصلة بين منطقتي بحر دار وغوندار. لم أصل إلى منبع النهر بعد، لكنني أراه في سحر الطبيعة من حوله بثوبها الأخضر البهي وبالمنازل الصغيرة الحالمة التي تسيجها الطيور والمواشي والأشجار الوارفة المعمرة. نهر نعمت به 9 دول إفريقية، منحها الخير والنماء والحياة، ألهم الشعراء واحتفى به العشاق، اغتسلت على شواطئه أمم أطعمها وأسقاها وأوصلها ببعضها البعض، فقدسته ورعته وهابت. هنا يولد نهر النيل، هذا النهر العظيم الذي بنيت على ضفافه مدن كبرى ونشأت حضارات عديدة، وقد جعل من إفريقيا مركزا للحضارات الإنسانية منذ آلاف السنين وحتى يومنا هذا.
تتشكل الشلالات من الأمطار الموسمية وترتفع 40 مترا، ويصل عرضها في بعض المواسم إلى 400 متر. سميت المدينة بحر دار لأنها تقع على ثالث أكبر بحيرة في إفريقيا، بحيرة تانا، الرافد الرئيسي لنهر النيل. سنمضي ساعاتنا القادمة في التجول بين جزرها وغاباتها الاستوائية وآثارها القديمة. تتناثر حول بحيرة تانا 37 جزيرة، وصلنا إلى أكبر جزرها شبه جزيرة زيج على الضفة الجنوبية للبحيرة. بمجرد أن تطأ قدماك الجزيرة تجد نفسك وسط غابة استوائية كثيفة، وفي طريق ضيق متعرج تصطف على جوانبه أكشاك الباعة بحرفهم التقليدية التي توارثوها جيلا بعد جيل. بني دير وكنيسة أزوفا مريم في القرن 13. يحفل الدير بصور حية للرسل والقديسين والملائكة. أما سقف الكنيسة فقد بني من القش، ما يجعلها الكنيسة الأكثر جاذبية في شبه جزيرة زيج. وفوق السقف علامة مزخرفة بسبع بيضات نعام، عمر البيض 800 عام. معظم الكنائس في إثيوبيا دائرية الشكل، وتتكون في الداخل من 3 دوائر. الدائرة الأولى هذه التي نمشي فيها أو نمشي عليها هي دائرة مخصصة للمصلين العاديين، أما الدائرة الثانية هنا في الداخل فهي مخصصة للرهبان ولرجال الدين. أما الدائرة الثالثة في داخل الكنيسة فيرقد فيها نسخة من تابوت العهد، ويعكف على حراسة هذه الدائرة الصغيرة كاهن ليل نهار على مدار العام على مدار العمر. إذا كنت ممن يستمتعون بفنجان قهوة كل صباح فعليك أن تعرف أن الفضل في ذلك يعود إلى أثيوبيا، حيث ولدت هنا أول شجرة للقهوة
ثم انتشرت في كل أنحاء العالم. القهوة في إثيوبيا ليست مجرد شجرة أو مصدر رزق، بل هي جزء أصيل من ثقافة وحضارة الشعب الإثيوبي المكتشف الأول لنبتة البن في العالم. وتحظى القهوة هنا بجودة عالية ونكهة مميزة وتأثير متفرد. أما صنعها وتقديمها فله طقس خاص سيكون لنا وقفة معه. بحيرة تانا أكبر بحيرات إثيوبيا، تقع في منطقة أمهرة الشمالية وتغذي العديد من الأنهار. بحيرة دائرية الشكل تبلغ مساحتها 3000 كيلومتر مربع. تشكلت البحيرة قبل 5 ملايين سنة، وكان لها دور في قيام العديد من الحضارات على ضفافها. البحيرة موطن لعشرات الأنواع من الطيور والثدييات والأسماك. لم نستطع الاقتراب أكثر من هذا الحيوان الجميل والخطير، فرس النهر، فهو الحيوان الذي يسبب أكثر ضحايا من الإنسان في قارة أفريقيا. من هنا تبدأ رحلة نهر النيل، أطول نهر في العالم. يقطع 7000 كيلومتر من أثيوبيا إلى السودان مرورا بمصر وانتهاء بالبحر الأبيض المتوسط. لست بحاجة لزيارة متحف ما لكي ترى كيف كان شكل القوارب التي يستخدمها الفراعنة قبل 7000 سنة. هذا التصميم البدائي لهذا القارب ما زال يستخدم حتى اليوم في أثيوبيا.